كما تفقد رئيس الوزراء جانبا من أعمال التنسيق الحضري بميادين السوق وكذا أعمال الترميم بالواحات القديمة. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة باستكماله سريعا لكونه يسهم في تحسين وتوحيد الهوية البصرية للواحة، وكذلك إعادة إحياء الطابع البيئي والحضاري لها، بما يجعلها مقصدا سياحيا جاذبا للزوار من مختلف البلدان. وجه مدبولي الخبراء والمختصين بإعداد تصور متكامل لتطوير الواحة بكل مقاصدها السياحية، بما يساعد في النهوض بكافة مكوناتها.